ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع حل وشرح كتاب المدرسة 2024 بداية من بيج 48. نبدأ بسم الله. Review run number 1 listen 1 listen and write. استمع واكتب. في نبدأ الأول نتذكر بعض الكلمات المهمة على الوحدة. عندي number 1 seeds بذور، number 2 watermelon watermelon بطيخة، number 3 fennec fox fennec fox اللي هو ثعلب الفينيك، number 4 crocodile crocodile التمساح، number 5 an emperor الامبراطور، number 6 leaf ورقة، number 7 onions البصل، number 8 shoot النبتة أو البرام، number 9 عندي هنا snake ثعبان number 10 عندي spider العنكبوت، number 11 root الجزر، number 12 عندي sugar cane اللي هو قصب السكر، sugar cane بعد كده عندي الفلاور الزهرة، number 14 palace القصر، number 13 camel الجمل. بعد كده في number 3 listen and write the words you hear. استمع واكتب الكلمات اللي تسمعها. then ثم match وصل. nose هنوصل طبعا بالنوز الأنف، نبدأ نوصل بالأنف، هي متوصلة. cake الكيكة cake ده وصل بالكيكة، كمل. mom الأم وصل بالمام. slice شريحة وصل طبعا بالشريحة slice. عندي swan البجعة هذه البجعة طبعا عندي هنا سوان البجعة، يبقى أنا عندي سوان اللي هي البيضة دي تبقى اسمها سوان البجعة. عندي نمبر 5 عذرا نمبر 6 سليبرز اللي هو الشبشب أو النعال أعزكم الله، طبعا نمبر 6 سليبرز، نمبر 7 أباليكان أو باليكان البجعة الباليكان البجعة، نمبر 8 البيك المنقار، هنجيب البيك اللي هو المنقار ووصله طبعا بنمبر 8. بعد كده عندي بيج عندي هنا في صفحة 49 complete the sentences with verbs، يعني هنكمل الجمل with verbs بالأفعال with we are e. ال re احنا قلنا ال re ديت احنا بنستخدمها دايما read اللي هي بتغير change the verbs with re، دي باستخدام البديهة اللي هي RE اللي هي بمعنى تعني مرة ثانية اللي هي تعني مرة أخرى أو لإعادة كتابة الجمل. بنحذف طبعا مثلا زي كلمة again كنا بناخدها في الدرس وبنضع ال RE قبل الفعل، يعني عندي paint يدهن repaint يعدها، عندي clean ينظف reclean يعيد تنظيف، made يصنع remade يعيد صناعة، did يفعل ريديد يعيد فعل أو القيام، يبقى معناها يعيد الشيء مرة ثانية. نبدأ عندي paint يدهن أو يلون، make يصنع، و clean ينظف، ودو معناها يفعل أو يؤدي. في number 1 بيقول له I need to، أنا بقى طبعا أنا بحاجة لي redo أعيد طبعا أداء my homework الواجب بتاعي، احنا حطينا طبعا الفعل do ال RED اللي بمعنى يعيد الشيء مرة ثانية. Number 2 the kitchen المطبخ was clean كان نظيف this morning هذا الصباح but now I need ولكنني بحاجة إلى طبعا إيه إعادة تنظيفه اللي هي reclean، يبقى هنحط ال RE يبقى reclean على طول اللي هي يعيد تنظيف، يبقى RE الأول البادئة بعدين كلمة clean ينظف reclean it يعني يعيد نظافته مرة ثانية. So number 3 I need to space my عندي garden table إلى طبعا طاولة الحديقة أو ترابيزة الحديقة، أنا بحاجة إلى إيه عندي دهان
إلى تلوين، يبقى عندي repaint. repaint r e، ودي كلمة paint الفعل على طول، اللي هو يعيد تلوين my garden table اللي هي طاولة الحديقة الخاصة بي. السؤال نمبر 4 بيقول لي I burned، أنا حرقت the pancakes، الفطائر. I have to، أنا يجب علي أن نعمل لهم إيه؟ نعيد صناعتهم مرة ثانية، يبقى remake. remake remake يعني يعيد صناعة طبعا الفطائر مرة ثانية. بعد كده هنكمل جدول هنشوف طبعا في صورة مقارنة وفي التفضيل. complete the table، عندي الصفة عندي tall، نجيب منها المقارنة اللي هي taller، بنضيف للصفة er. عندي في التفضيل the tallest معناها الأطول على الإطلاق. big الصفة العادية، والمقارنة منها bigger بنضاعف الحرف ونحط er، bigger أكبر. وعندي the biggest اللي هي طبعا الأضخم أو الأكبر على الإطلاق في حالة التفضيل. ذا زائد الصفة زائد اي اس تي. هيفي ثقيل، هيفير يعني أثقل من. الواي بتقلب إلى اي ويضاف اي ار عند المقارنة من اثنين أحدهما يزيد عن الآخر في نفس الصفة. وهنا ذا هيفيست معناها طبعا الأثقل على الإطلاق، دي طبعا تفضيل واحد عن مجموعة. نمبر 5 بيوتيفول، جميل دي الصفة. مور طبعا احنا قلنا مور أو ليس زائد الصفة الطويلة في حالة الايه، في حالة الصفة طويلة المقطع. more beautiful يعني اكثر جمالا، وهنا the most beautiful معناها الاكثر جمالا على الاطلاق. delicious لذيذ، هنا تبقى more او less زائد الصفة طويلة المقطع، يبقى more delicious يعني اكثر لذاذة او لذة، وهنا the most delicious يعني الاكثر لذة على الاطلاق، طبعا دي في صيغة التفضيل. the most زائد الصفة طويلة المقطع في حالة التفضيل. بعد كده عند بيج 50 صفحة 50 listen number 2 read and write، يقرأ واكتب. the correct form، الشكل الصحيح of the comparative للمصيغة المقارنة. or superlative أو superlative adjectives لصيغة التفضيل. نبدأ نشوف بعض الجمل على صيغة التفضيل والمقارنة. عندي I think، أنا أعتقد، هنا جايب لي fast، وهنا مدام زي يبقى في صيغة تفضيل على طول. احنا قلنا الاسم زائد طبعا ام او از او ار. عندي ذا زائد الصفة زائد اي اس تي. اي ثينك ذا تشيتا، الفهد، اذ بتكون عشان مفرد ذا. وعندي فاست اضيف اي اس تي لان دي صيغة تفضيل، اعتقد اني مدام في ذا على طول زائد اي اس تي. ذا فاستست انيمال يعني اسرع حيوان على الاطلاق. سؤال نمبر 2 ان elephant، الفيل از مفرد، طبعا دي صيغة مقارنة جايب لي ذان، عايز اقول الفيل بيكون اكبر من الفأر. ان elephant از عشان مفرد، و big اضاعف الحرف واحط طبعا اي ار يبقى bigger، وكلمة ذان والاسم الحيوان الثاني اللي هو ماوس الفأر، يبقى الفيل بيكون اكبر حجما او اكبر من الفأر. السؤال نمبر 3 I think، أنا أعتقد، beans الفول، عشان في صفة طويلة المقطع وعندي ذان، يبقى احنا قلنا more صفة طويلة ذان، less صفة طويلة ذان، يعني أكتر من مقطع delicious مثلا ثلاث مقاطع صوتية، يبقى I think أعتقد beans الفول أو نبات الفول are لأنه جم، more delicious، more delicious يعني أكثر لذة than potatoes من البطاطس. بعد كده في نمبر 2 look and complete with the words in the box، نكمل بالكلمات اللي في الصندوق او الاطار. close يغلق، desert صحراء، drink يشرب، flat مسطح، fur فراء، important مهم، milk لبن، send remain strong قوي. I love camels، بحب الجمال. they are very strong يعني هما بيكونوا اقوياء جدا. يبقى نمبر 1 عندي كلمه او لعذرا يبقى important، يبقى I love camels they are very important، أنا بحب الجمال هم مهمين جدا، يبقى number one عندي important. important نكمل بيقول لي very important animals in here، حيوانات مهمة جدا في مصر. they are هم بيكونوا ايه بقى، and they can carry people and things، بيقدروا يحملوا الناس والأشياء، يبقى هم أقوياء، يبقى they are strong. number two strong، حيوانات قوية، وكمان ان هي يمكنها ان هي تحمل الاشخاص والاشياء
كروس عبر ذا ديزرت الصحراء نمبر 3 يبقى ديزرت نمبر 3 عبر الصحراء. نكمل مع بعض. بيقول لي كمان they are tall animals حيوانات طويلة with thin أو thin legs يعني بأرجل نحيفة. there إيه بقى؟ في إحنا قلنا في number 4 هتكون عندي milk اللبن بتاعهم يبقى their milk is delicious لذيذ and we can يبقى number 4 دي delicious اللبن اللبن هو milk number 4 milk delicious and we can use ممكن نستخدم their ايه بقى their fur number 5 fur اللي هو الفراء يبقى number 5 هتبقى عندي fur اللي هو الفراء to make clothes لصناعة الملابس. نكمل مع بعض بقية القطعة. كمان بيقول لي camels are good animals حيوانات جيدة for the desert أو مثالية للصحراء because أو because they don't هما بيعملوش ايه a lot of water يبقى هما ما بيشربوش الكثير من الماء يبقى number 6 drink يبقى number 6 drink ما بيشربوش ميه كتير a lot of water their feet اقدامهم are flat مسطحة يبقى number 7 flat number 7 flat اللي هي بمعنى مسطحة so لذلك او لذا they can walk on the sand لذلك يمكنهم المشي او السير على الرمال on the desert في او in the desert في الصحراء عذرا they can يمكنهم ايه بقى ان هم يعملوا ايه في number 8 number 8 عندي close ان هم يغلقوا close يغلقوا ايه their noses and انفهم او انفهم and the eyes وعيونهم to stop لكي يوقفوا the ايه بقى sand الرمال اخر حاجه sand الرمال يوقفوا from the coming انت من القدوم الى عينيها يعني او اليها. آخر حاجة في بيج 51 سيلف أسسمنت معناها التقييم الذاتي. بقول لي ناو أي كان الآن طبعا أستطيع سي أقول فود طعام أند درينك وكمان الشراب أو المشروب. نقدر نقول طبعا كل اسم مشروب من اللي قدامنا عندي ده مثلا تشيكن دجاج دي جريب أو جريبس عنب ميلك لبن onions بصل rice or potatoes mangoes كمان sugar cane قصب السكر عندي watermelon بطيخ bananas موز. نبدأ نقول طبعا الايه الطعام والشراب نقول طبعا الكلمات دي سهلة جدا ممكن نكتب كل ايه اسم ايه طعام او شراب. في number 2 بيقول لي say desert animals يعني قول طبعا الحيوانات الصحراوية نبدأ نقول مثلا عندي كامل جمل ودي فينيك فوكس ثعلب الفينيك وده نقول كروكودايل تمساح ودي طبعا الريم جازال غزال الريم وعندي طبعا العنكبوت سبايدر العنكبوت وهنا طبعا بيليكان البجعة بيليكان وسنيك الثعبان. أنا كده هتكلم على الفونكس الصوتيات في اللونج فاولز والشورت فاول say these sounds يعني قول هذه الأصوات long vowels طبعا long o o m home s m ache long a وهنا long o زي كلمة home وعندي snake long a short vowels اللي مد قصير pan حرف ال A هنا طبعا بينطق بصوته في المد القصير A و Mom المد القصير بال O حرف ال P لصوته P P P P P P Pen Pen معناه طبعا دبوس أما هنا صوته ده طبعا مهموس وده صوت ملفوظ هنا نقول ب ب Bear Bird هنا طبعا صوت ال A Cell L says sell, sell, slice, sleep, swan, sweet, swan, sweet. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يا رب الفيديو نال إعجابكم، شكرا على المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.